هل يجوز للإنسان أن يتزوج من غير رضا الوالد أو الوالدة وإن كان لا يمنعانه لسبب دنيوي مثل وإن كان يمنعانه لسبب دنيوي مثل أن يكون هناك خصومة مع أهل البنت والبنت صاحبة الدين وخلق وتربية وهو يريدها؟ على كل حال يعني الأصل في الوالدين أنهما يريدان الخير للأولاد، هذا هو الأصل، ولذا ما جاء في القرآن توصية الوالدين بالأولاد أبدا، وإنما جاء في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ليس توصية يعني العناية والرعاية أبدا، وإنما جاءت وصية الأولاد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالأصل في الوالدين أنهما يريدان الخير لأولادهم، لكن قد يحدث أنه البعض يعني بعض الوالدين قد يقع منهم الخطأ أو التسلط أو الإيذاء لبعض عنادا أو يعني جهلا أو غير ذلك من الأمور. أنا أتصور مثل هذا الإنسان يعني له أن يصبر، يعني ليس بالضرورة أن يتزوج، يصبر شوي ويأتي للوالدين بهدوء، يأتيهما كل واحد على حدة، يبكي عندهما قليلا لا بأس، طيب يرسل لأبيه أعمامه أو أصدقائه، ويرسل لأمه أيضا صديقاتها أو خالاته أو عماته أو إخوته أو كذا. فالمهم أنه يحاول بدل أن يعاند ويكابر ليتزوج دون رضا والديه. وأنا أذكر قصة وقعت لشخص أعرفه أنه تزوج دون رضا والديه، وقالت له أمه أنا لا أرضى بهذا الزواج. قال أنا اللي بتزوجه ولست أنت. قالت بس أنا ماني راضي تزوج كيف، بس أنا ماني راضي، وشوف هي ما تدخل بيتي، زوجتك ما تدخل بيتي، وعيالك ما بيشوفهم، هكذا قالت له. قال خير إن شاء الله، وتزوج. وفعلا إذا جاء بزوجته إلى بيت أهله أمه ذهبت إلى غرفتها ما تجلس معه، ورزق بأولاد من زوجته، وأيضا أمه على رأيها ما تسلم على عياله أبدا، لا جوها خرجت ما تسلم على عياله. ما أدري كم استمر، أظن 5 سنوات، ثم طلق زوجته. فقيل له لما طلقتها؟ قال ماني قادر على فراق أمي. طيب إذا ما أنت ريال يعني ولا أنت قدها، إيش حكا تسوي تأذي بنت الناس وتزوجها بعدين تطلقها وهي بنت زينة ما فيها شيء يعني، بس ماني قادر على فراق أمي. أنت عارف نفسك من أول تقدر على فراق أمك ولا ما تقدر على فراق أمك، بس لي صارت أمها شادة وصملت على رأيها أصرت، لذلك آخر شيء طلقها. أنا ما أقول إن هذا الرجل الحين الذي يسأل أو الشاب الذي يسأل الحين سيطلق هذا، لكن أقصد لا يتعجل، اصبر، تريث، واستخر، صل استخارة، طيب، وأرسل إلى والديك من يقنعهما أو كذا قبل الإقدام على مثل هذه الزيجة.